فرحان برشا اللي اليوم نجم نقول اللي طورنا منتوج بآخر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حاجة نسمع بها عنا برشا. وهذا فخر كبير على خاطر منتوج تونسي 100%. لكن كي تحطت في أيدي أكبر علماء تونس ولات حكاية أخرى. وليت التكنولوجيا هذه ما عند حتى واحد. فتنا الإنجليز، فتنا الأمريكان، فتنا شبابنا، العالم الكل فتنا. بحكيو على جهاز كاشف الكذب. أكيد سمعتوا بيه برشا، أما خليني نفكركم. اللي العملية حتى في أمريكا ما زالت معقدة. حتى مع قياس دقة القلب، سرعة التنفس، تحركات العينين، وحتى مع وجود مختصين في المجال هذا ما نجموش يثقوا اللي ما ثمش كذب 100%. لكن اليوم بغزرة من أمينغارا تخرج لك رزلتا صحيحة 100% من غير تكسي الراس وبالوقت. وساعات قبل الوقت. ما تكلمتش وكيفاش نخسر؟ قلت ان شاء الله. الجهاز نتاعنا يخدم بالتليباتي، يعني تبرانشا ديريكتومون في مخ امينغارا وتتحول موجة كارو مغناطيسية للتلفزة باش توصلنا احنا بشفافية ومصداقية كبيرة برشا. الجهاز الكاشف للكذب حصريا على قناة التاسعة. ما سألتش مرة روحك وقل علاش مثلا ما ريتش حتى مرة في التلفزة بيوب نتاع بورش ولا بي ام ولا أي كهرباء معتبر مونجيلا رولكس حاجة شيك هكا وغالية، على خاطر تو سامبلومون العباد اللي نجموا يشتريوا الحاجات هذم يمدك ما يتفرجوش في التلفزة. They are busy making money. فهمتها؟ تبغى نحكي لك على بيد عايشين في امريكا اتش بي او او اس ان بي بي سي. خلي عاد في تونس. تحب تعرف علاش؟ خاطر ما عندك حتى طموح في الدنيا ابار اللي تشد الكوموند وتتفرج في التلفزه وبعد تبدا تنبر على كلسون مريم الدباغ تفيه عليك وعلى قدر. كي نجيو نخمو قداش من مره انت خممتي في مريم الدباغ وانت في وضعيه محتشمه، راك عمرت الكره الارضيه بصغارك، تولي ادم 2.0 وتخلق نسل جديد نتاع جيل ساعد، وهذا كل في تواليت دارك. نعرف اللي انا لزيته، ما ذيس از فاكين رياليتي. والله مانيش ندافع على حد، كيف كيف ما عندي حتى مشكله مع حتى واحد، اما برجوليه ساعات نعطيو الحاجات اكثر من قيمتها. الوي تولي الحكايه مقلقه. تونس ما عادش فيها رجال، شبيني انا حكة طماطم كسكرت بالتن تشوف فيا يعني نفخه فمك بالبوتوكس. والله ما نهبط الفيديو هذا على فيسبوك وانستغرام ويوتيوب الا ما نعمل الهاشتاجات الكل باش يتفرج فيها باش العباد الكل تعرف حقيقتك. استنى لحظه قبل ما نهبط. مريوم اش نحويلك؟ تعرف توحشتك على الاخر. اسمعني برجوليه، في خضم الاحداث والميركاتو الاعلامي برجوليه باش نهبط فيديو نسب فيكم قشط الفيك وندس فيك ركبه. عادي عادي، تونس كل دزت فيك ركبه ناقص كان انا. نعرف اللي انت ما تغشش وهذاك رول تعمل فيه والفازات الكل. دايما سيلش نتاجيك نسيش نهبط بوست في الفيسبوك كومسي باش نحصل ليماج نتاعي، خاطر عندي برشا ما خدمتش انا. اوكي نعبوزينك يا ميمي. هاي باي باي تشاو. فالحين كان نلومو في العباد وعمرنا ما نقولوا اللي الغلط فينا احنا. اي الغلط فينا احنا سهله. لا حي عيني. قديش من مره امين جاري يجي في انترفيو يقول لك اي راني نعمل في التليبوبيل وتو قريب يبعث لنا معنا ناس كل. وقديش من مره لطفي العبدلي يقول لكم عجبكم تفرجوا ما عجبكمش، واللي يجي ينقدوا ولا يقولوا اي موضوع ما يعجبوش على انستغرام ينحي له جد والديه. قديش من مره نوفل يجيب واحده تجري فوق تابيلولون 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 الشاي يبدا طالع هابط كم سي تونس الكل تحب الهيلثي لايف ستايل وتكسر الاوديمات نتكسر واحنا معاه وتتكسر جواجينا وتتكسر الروح. نعشقوا هيلثي احنا بتنفسوا هيلثي. اي خشمي اول الدرجه ضاربينه في رواحهم وما يخافوش وما يهمكمش سي انتم تفرجتوا ولا ليه بيان سور ماهم عارفينكم تموتوا على الرداءه. حيوانات اليفه كيما العلالش بالضبط، هم يحطوا في الجورت وانتم تاكلوا. اش تقولوا باع اما ديما طالبين الزياده. والله ما فهمتش الشعب ناقص. هاني انا فهمت الشعب ناقص. ناقص شنو الله اعلم، اما ناقص خويا حتى انا ناقص معلم. بالله سايب علينا ما كان لغه نتاع التلفزه تدخل لديارنا بالسيف وخطينا احنا شم دخلنا كم سين احنا مازلنا عايشين في عصر الجاهليه. فما اونتين وفما تونس 21 كهور بالسيف علينا تحل تلقاهم. ليه خيبر حل ناسيونال جيوغرافي كايك بلاش تثقف تكاثر النعناع. والله حاجه مفيده على الاخر معناها وتنفعك في حياتك مش نورمال. تفرج في الكاتش ومو جايبينها برجله قاعدين يفلم ولا ما تقوليش في بالك اللي جون سينا وكين سيمي بالحق. اي خي سامحني أنا مروح، خليك خويا في التاسعة والحوار ونوفل وكهل تعلم سورتو هل تعلم مفيدة برش. والله أبرت فدليك يعجبوني جماعة ذوكم على الاخر سورتو كأمين جارة. والله nothing personal الجملة زاد أما تحسوا فينومين. يا إنسان مخه ديفلوبي برشا والآي كيو عنده طالع للسماء، يا إنسان مخه حق حالته حليله لخاطر الكونتيتي نتاع الاستفزاز اللي حاطها في بلاتو طلع لك التستفزازون. اي اسمه التستفزازون، هذا هرمون في المخ ما يطلع كنك تتفرج في امين جارة، هو نفس الهرمون اللي ينقب طبقه الاوزون بالسيليكون. سيليكون مريم الدبيخ هاي نرجع. بلس اكثر حاجات يكرهها من التونسي نفيخه دبوز غاز كسترا بلسي وابراهيم القصاص وتلمت الحباب وربي عدي هالعام على خير. يبقى هذه كلكم والوطنيه كوم. اخر جمله
جات خطي هاكم اللي كنا نحكي عليهم اموال لازمهم يعملوا حاجات كيف من هكاك باش يعملوا اوديمات باش يدخلوا فلوس للقناه على خاطر الشيم بريفي دونك حاجه نورمال. كان جاي قتلان العبيد ليغال راهو امين قاري يتيري عليها كل بالكلاشينكوف يبكي على الوطنيه خويا نرجعوا الفلوس بالباله والخدمه يجيبها ربي. جوست نحب نفهم حاجه برك الفلوس هذيك اللي دخلوا فيها من جوب العبيد اللي تتقصنا من فاتوره الضو هذيك فين ماشي؟ انا نحب نعرف والله. سؤال عندي مده كبيره وانا نتسائل فيه. اولادي فلوس الشعب وين؟ اولادي راهو الشعب ناقص الشعب وين الفلوس فين؟ ربي ما عادش نجم نصور كما تعرفوا شباب الميزانيه تحطت شنو نجموا نعملوا بها السنه؟ علاش ما نعملوش انتاج برودكسيون على طول العام؟ انتاج برودكسيون على طول العام بربر روح بر خلي انتاج على طول العام. انتاج على طول العام نتفليكس شوفي انا واحد كراجل يسمح يعمل في انتاج على طول العام. اقسم بالله مزلت الراي الا ما نعمل لك انتاج في ساقيك على طول العام لما نشدك من شعرك ونبدا نكركر فيك على طول العام. تو تفهم اش معناه طول العام؟ العالم الكل ولا هاجدي علاه ما توليش قناه الوطنيه هاجدي تتفرج فيه الدم ذاك شوفوا شوفوا بالقدا هاكا هاجدي هاجدي ناس مش لاقي تاكل ولا وش على هاجدي تو نحطك فوركي وانت اش تقترح؟ السيد المدير شوف حل عاود لي ما سمعتكش شوف لينا حل شوف لي حل شوف فوالا السيد هذا ترقيوه وتعطيوه بوست كبيره برشا خاطر انسان يعرف كيفاش يخمم الفلوس في عطله نقعد ونصرفوا فيها نحطوها في جيوب في ميزانيه العام الجاي نعديو شوف لي حل لوجيك يعطيك الصحه برافو رقيوه جيسبر كو ليبيزود عجبتكم. نحب نقول حاجه راني مانيش كونتر حد ومانيش مع حد وماني في حد شيء جوست قاعد نحكي وحدي قاعد نفلح فهمتني ولا كان عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتمشيو تعملوا طلع على الانستغرام شوفوا فازات جدد وابين توف الحلقه الجايه ونقول لكم باي باي على بروشين تشاو. Sell my soul, I see. I just wanna be myself, I see. So قيد عندك دواء وقيد عملة تضحك.